طلابة عندي هذا القبل حاضر الطلابة. بيحكي مرض فيروسي اسمه النقص الفيروس وصل للبراتوني دي جلعن هون الغدة الرعبية عند الخلوق ما فيه الغدة الرعبية بين فوليسولين تنفخ بتوجعه اللي هي الانكوبيشن بيريد حوالي 3 اسابيع بعدين بتنفخ تنتقل عن طريق التنفس عن طريق السلايفا يعني صح ايه تنفس مثلا السلايفا او التنفس بتفوت وبتنزل على الدم من الدم بترجع له على الغدة تمام اذا عن طريق السلايفا عن طريق الريسبيراتوري سيكريشن تتكاثر في الجهاز التنفسي وبتروح على الغدد اللعابية عن طريقها. شو بتعمل؟ هلا في ناس يعني بس بتصيب هون بينتفخوا بالغدد، لكن احيانا في ناس اطفال بتصابوا عندهم بصير كومبليكيشن. الصراحه هاي من الفيروسات اللي ممكن تعمل عقم عند الذكور، يعني تخيل الفيروس ممكن يضرب للاورتستس يعمل له اوركاتس سويلينج اوركاتس. يمكن يضرب الاوفري عند الفيميل ويعملها انفلاميشن ويمكن يعمل بنكرياتايتس مننجايتس كثير اولاد بيكبروا بتخلفوش ولما نشوف تاريخهم بيكونوا مصابين بايه؟ مصابين بالمومس فايروس نعم الها فاكسين لها فاكسين ام ام ار اخذناها قبل اللي هو ثلاثه هذول الام اللي هو مامس ومي ام ميزلز الحصله والار الروبيلا الهيباتايتس it is inflammation of the الكبد بالكبد الخلايا بتتدمر تبعها لكن التهاب الكبد عدة أسباب في اللي بيشربوا كحول كثير بينتشر وممكن يتدمر ويصير عندهم كانسر او يصير ليفر سيروسز اللي بتشمعوا فيها في اللي بيشربوا ادويه بيرفوا يا بنات انا بحكي للبنات انه معظم البنات لو انت عندكم شباب بيشربوا هاي الادويه بيرفوا وعارفين بيشربوا هاي الادويه اللي بيشرب كروتان الطبيب بيقول له كل شهر بيقول بيعمل لي فحص كبد كل شهر لانه بالقاف الدواء يدمر الكبد اذا الطبيب لاحظ بالنتائج بتوصف انه انزيمات الكبد مرتفعه اذا ارتفع انزيمات الكبد بتلاقي انه بلشت تتدمر هو في دواء فهي في لها مخاطر اللي بيشربوا ادويه سرعة ممكن الادويه تدمر الكبد هلا في كمان بعض الطفيليات بتوصل على الكبد اذا بتسكروا اكثر من طفيلي البلازمود بتدمر الكبد في هناك حكينا فيروسات طفيليات فطريات في اشياء كثيرة ممكن تضرب الكبد اليوم انا بدي احكي عن اشهر فيروسات بتخرب الكبد وبتدمره في عندنا فيروس الابستين بار فيروس حكينا عنه من فتره في سايتوميجالو فيروس وفي هيباتايتس فيروس او فيروسات الكبد في هيباتايتس اي وبي وسي ودي واي سامعين تعالوا نحكي عن هدول الهيباتايتس هلا هيباتايتس اي بخوفش بالله يعني يمكن عمركم شفتوا بلاد صغار بتقول امه مريئة احنا بنعمل بنقول مريئة بعشان نشوف بنسجل بالدنيا عنده ريحان او عنده صفار بتلاقي الولد مصفار بتديهم مصفر كثير تعبان منزله مرشية وعنده ثلاث اربع ايام ومثل هذا في بداية فيروس وصل له عن طريق التعامل الشرقي والرد بنصاب ومبرد بأكل يوم وصلت كبدي ومثل كبده بوجع بطنه بطنه لكن عيبه هذا الفيروس انه سريع العدوى يعني اذا الولد بالدار انصاب بتلاقي كل اخته انصاب لكن المرض خطير المرض مش خطير اذا هيباتايتس اي فيروس هو سنجل ستراند ار ان اي سنجل ستراند ار ان اي فيروس ما عندوش شيء بفوت عن طريق التعامل الاشتراك بيتكاثر في جدار امعائنا بيروح على الكليه والكليه والاطحال الاعراض بسيطه شوفوا حراره ومشعريره وفقدان شهيه بسيطه يعني بعدين بصفر ليتر جوندس بصفر الولد بصير عنده بولون عدم بصير بولون عدم كثير توعد الاعراض من يومين ل 21 يوم معظم الناس اسبوع بصيب الاطفال كثير ولو مورتيليتي هلا ديتكتد فيا اي جي ام انتي في هيباتايتس اي فيروس يعني اذا انت هاد شاكك معاه هيباتايتس اي بتروح بتفحص الدم والسيرم تبعه بتدور اذا عنده انتي بودي ضد الفيروس اذا لقينا عنده انتي بودي فهو مصاب هاي معلومة إلك شو يعني اي جي ام انتي بودي مين بيعرف مين سامع اي جي ام اي جي جي شوف اي شيء بصيبك جسمك اول ما تنصاب هلا هو بتعمل هلا الناس خلاص هيك بتعلم فيروس
جسمك بيعمل انتيبوديات نشطة هلا تدافع اسمها اي جي ام. طبعا هي كل نوع فايروس وكل نوع بكتيريا له اي جي ام خاص. جسمك بيعمل اي جي ام وهلا بعدين بيتآكلوا مع بعض وبعدين لما تصير بيطلع عندك انتيبودي اسمهم اي جي جي بيكونوا بجسمك كأنهم بقايا الحرب هاي الدمنعية. اللي بدي تعرفه بكره بتاخذوا بالتفصيل بدي تعرفه اذا لقيت بدمك اي جي ام هلا انت مريض هلا عندك المايكروب. إذا لقيت بدمك اي جي جي بتكون انت كنت مريض وكبير تمام. فانا اذا بدي اعرف انك مصاب هلا هلا ديتكشن اوف اي جي ام انتيبودي للاهم عندك في فحص خاص بتعمله. اذا لقيت امتناع انت مصاب ولا زلت مصاب يعني لقيت ام وجي مع بعض انت مصاب ولا زلت مصاب. اذا ام لحالها انت مصاب اذا جي كنت مصاب وهي الثلاثة هي دواء الميونوجلوبيولين يعني اذا لقيتك مصاب بعطيك انتيبودي بتقتل الفيروس بصير وله فاكسين يعني مش كثير الناس بتاخذ الفاكسين لانه يعني مرض خفيف. طيب في هيباتايتس شوف هيباتايتس بي دبل ستراند دي ان ايه شو بتعمل؟ سنجل ستراند ار ان ايه بي دبل ستراند دي ان ايه له انبيو بيشبه فيروس اسمه ريترو فيروس. هلا احفظوا معي بي وسي ودي بينتقلوا عن طريق سوائل الجسم بي وسي ودي يعني من الدم وعن طريق الجنس اكثر طريقين عن طريق الناس تاخذ ايباد وتحط تو بينتقل هذول الفيروسات ايه قبل شوي عن ايه بينتقل بنشوف طيب اذا فحصنا دم المصاب بهيباتايتس ايه بي عفوا كل ملي في دمه بقلبه مليون فيروس يعني يكون مستفحل فيه معنا الفيروس. للمعلومه يا جماعه اللي بنصاب ببي وسي صعب يطيب طب بيعالجوه ما هن بيعالجوه بس كل الادويه اللي بعطوهم اياهم بس عشان يخففوا الاعراض يعني نبطئ هالفيروس نبطئ تكاثره نصلح اللي خرب من الخلايا بس لا ينهي يطيبه يعني الا بحالات هلا اشرح لكم الادويه. المهم اللي هنا لا سمح الله في الفيروس مصيبه بخرج طول حياته واكيد شيء بيموت الا اذا زرعوا له كبد يعني بتشمع كبده ويا بيموت يا بزرعوا له كبد. بس في انفورميشن في الهيباتايتس بي كونتين 3 تايبس اوف فايروس. شوفوا لو جبنا مريض معاه هيباتايتس بي شخصنا شو بلاقي بدمه؟ شو الفيروسات اللي بدمه؟ لقوا ثلاث انواع من البارتيكلز بدمه. بلاقوا الفيروس كامل اللي بيسبح بدمه وبالكل اكيد بيسبح بدمه وبيسبح وين بالكبد عم على بضرب بالخلايا. الفيروس كامل مع الدي ان ايه مع الكابسيد مع الانفلوب مع الاشفاعات بنسميه دان بارتيكلز. ولو في جسمه هي زي ما تقولوا انفلوب فاضيين يعني انفلوب بدون ما يكون بقلبها دي ان ايه ولا شيء. في فيلمنتس بارتيكل اللي هو انفلوب خيطي وعليه اشبكه وفي سفيريكال بارتيكل اللي هو انفلوب مدور هذول الغريب يعني فاضيين كاس فاضية تمام. هذا هو فيروس الهيباتايتس بي فيروس. إذا سيرم الشخص المريض في بقلبه الفيروس كامل بنقول له دان بارتيكل في بقلبه سفيريكال بارتيكل في ليمنتس بارتيكل هذول الانفلوب فاضية. هاي الانفلوب الفاضية لا فيها دي ان ايه ولكن فيها على سطحها اشواك. الاشواك هاي الاشواك بنسميها سيرفس انتيجين هيباتايتس بي سيرفس انتيجين يعمل منها سبايكس يعمل منها هيباتايتس بي سيرفس انتيجين هيباتايتس بي سيرفس انتيجين. طبعا محميين احنا بالامر لا محميين بناخذ ايش كلنا واحنا صغار بناخذ الفاكسين بس ديروا بالكم مع الوقت الفاكسين بيروح من جسمنا او بيقتل فيه يعني ممكن لما نكبر نصير ايش غير محميين. عشان هيك احنا هون بالجامعه كل المجمع الطبي بس يرفع فتره التدريب بالمستشفيات بعطوهم ايش نعطيهم الفاكسين مشان اذا حتى التايتر عندهم يعني عيار الانتي بودي بجسمهم قليله بنقول ايش بنقول ان شاء الله. لا نو سبيسيفيك تريتمنت مي التيميتلي ريكوير ليفر ترانسبلانتيشن يعني في شيء علاج بنعالجه بس في شيء خاص بكل الفيروس خلص لكن اللي عمله اخيرا اذا بده يطيب بس بده زراعه. طيب شو قصه هاي الهيباتايتس بي؟ اسمعوا يا جماعه هاي حلوه كثير تسمعها كثير الناس اللي بتسمعها انصابت بالهيباتايتس بي خصوصا الناس اللي انصابت على الكبد. في ناس لما يكبروا مثلا انت مثلا محظوظ مثلا بتشتغل بالمجال الطبي اقل الطرق هالايام يعني بيحتاج مثلا لدرس. في ناس قاعده ببيوتها وبيشتغلوا شيء ثاني ما بياخذوا دم ما بيهتموش يعني ممكن ينصابوا بعض ينصابوا
الناس يا جماعة اللي بنعرفها بتضعف بنصابوا، لا مريض الكانسر مرضى الكانسر اللي بيوصلوا فيه هدول بنصابوا في تطبيقات هيباتايتس بي. اليوم الصراحة المستشفيات صارت توفر لهم الطعم، يعني واحد بنصر على طول معطول لأنه معرض للإصابة، واحد معاه كانسر معطول طعم يحمي، بس الإصابة عالية باللي بنصبوا فيه واللي بنصبوا فيه مرضى الكانسر. طيب خلينا نقول واحد مسك فيه الفيروس صعب وهو بيقع دم وبنصر اتسترى هو بنصاب بهذا الفيروس، بصير جهاز المناعي يتقاتل هو والفيروس، بيمرض الشخص. كيف بيمرض؟ بتلاقي سبايك نزل البروتين عنده، قال له الانتي بودي بجسمه، بصير عنده نزيف على جلده، بصير عيونه سكر سكر. بتعرف شو يعني سكر سكر؟ يعني كلكم بتعرفوا كلكم صح؟ بالظبط، مش هذا الصفار البسيط، لونه كلكم بخوفوا الصراحه، جسمهم اصفر، شوفوا بطنهم هالقد بصير بطنهم بتجمع مية، بيتعبوا كثير. المهم بكون الفيروس والجسم بيتعثر. الشخص اللي استطاع انه يتقاتل مع الفيروس ويقضي عليه within 6 months، خلال 6 شهور بيقدر. إذا يعني قضيت على الفيروس بنقول إنه كان عندك أكتيف يعني التهاب كبد الحاد، كنت تعبان بس تعبت معه خلصت على أكتيف هيباتايتس. إذا مر الوقت بعد 6 شهور وفحصت لقيت لسه عندك هذول الدعم بارد لسه عندك خلص يشخص إنك واحد غير كرونيك، يعني خلص عينك فيك مش حتقدر تكمل. إذا في أكتيف وفي كرونيك. الأكيوت أوفن صب كلينيكال يعني الأعراض بين الحادة وبين المزمنة متوسطة الأعراض. الأعراض بالضبط زي هيباتايتس إيه، يعني إيش هيباتايتس إيه؟ يعني مثلا بصير بطنك يوجع حكينا، بصفر الواحد وراقبوله بصير غامق كثير بنفخ بطنه، حكينا الأعراض. 1% من هذول اللي عندهم الإصابة الحادة ممكن فجأة يقلب ويصير فولمينانت هيباتايتس. شو يعني فولمينانت هيباتايتس؟ معناها صدر ليفر دمج وفينا، يعني فجأة يضرب الكبد مرة واحدة ويموت قبل ما يسكر 6 شهور، يعني ما قدرش ينقذ حاله بموت فجأة. هذا بس 1% بصير عندهم كورونا، لكن اللي بصيروا كرونيك يعني مر 6 شهور ولسه الفيروس على الآن فيهم، هذول بنسميهم كرونيك هيباتايتس. طب كيف أعرف إنه هذا صار كرونيك؟ شو معنى أصلا كرونيك؟ كرونيك يعني الفيروس عينك فيه وقاعد بيزيد وبيتكاثر 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 وبيدمر الكبد. هلا مو كيف بيتكاثر الفيروس؟ كبير بتكسر الكبد صح؟ يعني بكون بالكبد بفوت على خلية الكبد على حبل الصعيد بتكاثر وبفجر الخلية، بفوت فيروس شو بخرج 100، كل واحد من 100 بهاي الخلية الكبد الجديدة بفوت فيها وبدمر هيك، يعني كل يوم بدمر خلايا الكبد أكثر وأكثر صحيح؟ يعني بكون اللي معاه كرونيك الفيروس عنده أكتف وعماله شغالة الريبليشن. هلا في بداخل الفيروس يا جماعة مش في دي إن إيه وفي في بروتينات، في بروتين بداخل الفيروس اسمه هيباتايتس اي انتيجين، هذا بقلب الفيروس. شوف اذا لقيته بدم الناس اعرف انه المريض هذا وضعه ماله كرونيك مزمن، الفيروس عماله بيعمل ايه. الهيباتايتس اي انتيجين انفولف 10 بيرسنت اوف انفكتد بيشنت، يعني 10% من اللي بنصابوا بتحولوا لايه؟ بتحولوا لكرونيك. هلا بضلوا يدمر يدمر، شو بصير الناس عندهم يا اخي؟ تشمع كامل تبر سيروزيس او بصير عندهم كانسر. كيف بشخصوا انه كرونيك؟ هيدا ذا ريزنس اوف هيباتايتس اي انتيجين انديكيت ا فيجروس ريبليكيتنج فايروس، يعني الفيروس عماله بيتكاثر بشكل مزمن بضلوا شغال يعني بنفسه. هيباتايتس اي ا ماركر فور ذا كور اوف ذا فيروس، يعني هو انتيجين موجود بالكور بيروح بالفيروس، عشان هيك موجود دليل انه هو الكور. عطوه انتركيلون، عطوه نيوكليوسايد انالوج، ايش يوقف الريبليكيشن بس هو شو؟ كل شيء خلص. كل فيروس اخر بيشبه بي، بي بيشبه كثير سي مع بعض الفروقات البسيطه. شو؟ هيباتايتس سي هو سنجل ستراند ار ان ايه، بي شو كان؟ دبل ستراند دي ان ايه، هذا ار ان ايه، وهذا له انفلوب وهذاك له انفلوب، بينتقل نفس الطريقه اللي هو سواء الجسم عن طريق الجينز ونقل الدم. برضه بدمر الكبد باي جينيتيك فاريشن وبيبدا انجون ريسبونس، يعني ما بنقدرش نتخلص منه بيهرب من جهاز المناعه. بقول لك بقتل الناس بامريكا، الناس اللي بتموت عدد اللي بيموت بسبب سي اكثر من اللي بيموت بسبب الايدز، يعني الاخطر كانه او اكثر انتشار. 85% من اللي بنصاب بسي كرون يعني بيمسك فيهم اكثر اسابيع من ما يمسك 25% اللي بيصير عندهم كانسر الشبكة، مش مهم الحساب.
بنحاول نعالج الناس من هيباتايتس سي، انهم بنعطيهم اللي هو البروتياز والبوليميراز انهبيتر، يعني ادويه دمج انزيمات. مين؟ انزيمات الفيروس. له فاكسين ما لهوش، بس بيه له فاكسين. شوفوا هذا واحد مصاب، ابن واحد مصاب بسي، اتجمع الهيباتايتس. روح لدي هيباتايتس سي، سامعين في دي؟ كنا اخذناه تعريف الفيروسات، اطلقنا عليه اسم فيريسول. الفيروس هو الفيروس اللي يقدر يهاجمنا لحاله، لازم يفوت مع فيروس ثاني اللي هو نعم اللي هو بي، يا بفوت معه وكنا فايتين مع بعض، يعني مثلا بي بيفتح الخليه باشواكه بقوم بي بزرق معه، ساعتها بنسميها كو انفكشن. يا اما الخليه بفوت عليها فيروس بي وفي ما بعد بفوت مين؟ بفوت دي مش مع بعض، ساعتها بنسمي الاصابه سوبر انفكشن، بنسميها سوبر انفكشن. إذا الواحد معاه بي يعني عنده إصابة حادة أكيد إنفكشن ودخل معاه الفيروس بنقول له كو إنفكشن. إذا الواحد عنده كرونيك إنفكشن بي وبعدين انصاب بي بنسمي الإصابة سوبر إنفكشن. صراحة سوبر إنفكشن مصيبة. شو يعني؟ بتعرف يعني سوبر؟ إحنا دائما سوبر يعني أعلى إشي، هذا أعلى إشي بالتدمير، بيكونوا الاثنين مع بعض بيشتركوا بالتدمير، فبموت الإنسان إيش؟ أسرع يعني بصير مراحله أكثر. إذا دي مرتبط مع الإصابة بإيش؟ ببي. حكيت كو انفكشن، حكيت سوبر انفكشن. إف بي انفكشن بروجريس بكرونيك ستيج سوبر انفكشن، وإذا مع بعض بنسميها أكيوت هيباتايتس بي كو انفكشن وبي. المهم طب افرض الواحد كان أكيوت انفكشن من هيباتايتس بي أكيوت وطاب، تلقائيا رح يطيب من مين؟ من دي تلقائيا يعني. هلا سوبر انفكشن يعني الاثنين مع بعض بصير عنده الانسان الليفر دمج، فيتاليتي نسبة الموت بتكون عالية جدا. روح لاي الاي بيشبه الاي كثير، بخوفش يعني زي هذول، وبرضه بيفضل عن طريق التعب وشعب، يعني بي وسي ودي دم وجنس، واي واي اورال جروب، سبريد باي اورال جروب بيشبه اي مستوطن في البلدان اللي نظافتها قليلة، هن اي واي نظافة قليلة يعني، بس إيه عيب يعني مش بيضم بالهند الصراحة، بالهند هو إندمج مستوطن كثير بالهند، وبيصيب بقته للنساء الحوامل، يعني بالهند معروف السيدة إذا ماتت على أقل صيب هيباتايتس إي، هيك مشهورة عندنا الحمد لله ما بنتكلم عن فيروسات أخرى، خلصنا فيروسات أخرى، بنحكي عن فيروسات بتصيب الجهاز الهضمي بصيغة بسيطة. واحد اسمه روتا فيروس، واحد اسمه نورو فيروس. شو هن هدول العينتين؟ تتذكروا او يمكن تنتبهوا بتصيروا او تصيروا تنتبهوا. بيجوا وقت بالصيف مشوق كثير. كان ابنك او اختك او اولاد صغار صار طلعت حرارته وصار وجع بطن وسهال مستمر وتطلع الطبيب. بيجي طبيب بيفحص هيك بيقول لك ما له شيء، هذا فيروس هالايام بينشر والاولاد اللي بيجوني كلهم هيك، دائما هذا بصير، خصوصا بالصيف، احيانا بالشتوي بصير هذا الكلام. بطبلة الطبيب بعطيه سوائل وكذا يومين ثلاثة بطيء الورق. هدول هن الفيروسات اللي هن الروتا فيروس والنورو فيروس، بيجي بيك بيقول لك نشور بشي فاسد ودخل عليه الفيروس، ابدا ما بيكون. فالروتا فيروس منتشر في الاولاد الصغار، انكوبيشن ثلاث ايام، بصير عنده دياري الولد وغومتين وله فاكسين. والنورو فيروس نفس الشيء، اكل وشرب، لو انفكشوز دوس، يعني شوية صغيرة من الفيروس بيمرضني. الانكوبيشن بيجي بيومين زيه زيه. ودياري هم نفس الاعراض، ممكن نعملهم فحوصات، احنا عندنا ولا بيعملوا فحوصات ولا شيء، ما دام كل شيء تمام بس اسهال ولا فيروس وعور وخلص. نحكي عن الفطريات، اذا اكلت اي طعام بداخله فطري من سمك، الفطريات يا جماعه بتفرز سموم مايكوتوكسين بنسميه. مثلا خبزه معفنه، بكون السم خارج على الخبزه. في هذا اذا بتشوفوا كل البشار، هذا حب البشار، أيام إذا طول عندنا تطلع على جذره بتلاقيه أخضر لما يطول، هذا فطر مخرج سم، بنسميه سم الأفلاكوكسين، جدا خطير قاتل. فلا لا يعني بتيجوا دائما من العفن يسمونها لأنها قاتلة خطيرة جدا. المهم هلا السم لما أنت تاكل شيء مسمم بالفطر، بالسم بيروح على أعلى بدن من بساطه، يا بضرب الدم، يا بضرب العصب، الكلى، الليفر، الكانسر، يعني بضرب كل شيء قاتل. نتكلم
عن الان طفيليات بتصيب امعاء. من اشهر الطفيليات ذكر الطفيليات اخذنا بريتوزو وهلمنتس. بريتوزو وحيده من الخليه، هي الخليه اشهر شيء عندي سامعين فيها هي سويفا، حتى عندها كثير هيها اللي زي وجه القرود ولها فلاجيلا، وهذا التروفوهايس هي بتيجيني وانا بنزلها على بطني بتكون داخله بالاكل المفروض داخله عشان بالايام عشان كيسس، وبطني بتفقس بتعمل اكسستيشن بتصير بروتوزو بتتكاثر، وبعدين ايش منها بتوصل وبتخرج بالفراش. الناس بتبعدي من بعدها، يعني اذا انت شربت ميه او اكل جاي عليه سيست بترجع للقصه. هلا لما تصير في بطنك على شكل تروف الها فلاجيلا بتمسك بجدار الامعاء بتعمل لها دياليا وتعب وفقدان من شهيه وفلاتولنس وتراب. فلاتولنس يعني بتصير الواحد بطنه كله غرقان. في معلومه هاي لك يمكن لو كانت عندك، اذا اجاك واحد بطنه عنده اسهال واسهاله مدهن مسميه زيك، يعني هو بوصف لك بيقول لك الجواز مزيت، بس يقول لك مزيت اول وحده بتيجي على راسك انه معاه ايه جيعان. احنا شو بنعمل؟ الطبيب بيبعته على المخرج بيقول له اعمل لي فيس براس، ناخذ نقطه من براسه ونفرج عليها تحت الميكروسكوب بنشوفها، اذا معاه بنشوفها من دول الميكروسكوب. طيب ببين الدواء اللي هو بنفرزه مش هي اللي لها ريحه قويه هاي نعرفها؟ وإلها ريحه قويه، إلها ريحه قويه خالص صح. كمان ممكن نتعامل الشراب والميه نشرب اللي هو بدو سيست للإنتميمة هيستوليتيكا. هاي الإنتميمة هيستوليتيكا هي بتكون زي كيس صغير، إذا عقل بتفوت على بطن الأسيست وبتتقس بتصير برضه تروفوزوري. هاي بتنزل لي دم بنسميها أميبيك ديزنتري. ديزنتري يعني إيه؟ بتنزل يعني بتقعد على جدار الأمعاء وبتحط الجدار بتصير ينزل إسهال مع الدم. ديزنتري شوفوا هاي ديزنتري، شوفوا أخذنا الكامبيلو باكتر اللي بتنزل الدم إذا بتذكروا، أخذنا السلمونيلا اللي بتنزل إذا ببطن ما بتكون سيس بتصير تروف بتتكافى في جدار الأمعاء وبتنزل دم ومخاط. ممكن أقول لك بيرفوريت لإنتستينال وول، يعني بتيجي هيك بتحط الجدار وبتصير تنزل دم وتروح على محلات ثانية بجسمك، بتعرفوا إنه ممكن تخترق أمعائي وتروح على الكبد وتروح على الطحال وتروح على الدماغ، تخيلوا واحد معاه أميبا بالدماغ. طيب غيب غيب نروح الآن نتكلم عن الديدان الشريطية اللي هي التيمبون. سامعين في الديدان الشريطية؟ دي في الديدان الشريطية الشريطية زي الشريط بالضبط، شايفين الشريط اللاصق؟ وجسمنا يا جماعة بيكون مقطع يعني شقفة ملزقة شقفة ملزقة شقفة، بتعرفوا إنها بتوصل ببطن 10 متر، بتطيروا 10 متر قاعدين هيك ببطن مبللين، هدول اسمهم ايش؟ ديدان شريطية. شوف معي شغلة تنزل من بطن الواحد. طيب تعالوا نحكي عن الديدان الشريطية. الديدان الشريطية أنواع، في دودة شريطية بتيجينا من أكل لحم الخنزير من الاكل اللحم الخنزير بنسميها بار تيب 1 او بيقولوا لها تي اس او بتاعت الخنازير. في دوده شريطيه من اكل لحم البقر بيقولوا لها بيف تيب 1 او بيقولوا لها تي اس جيناتا. في دوده بتيجي من اكل السمك اسمها فيش تيب 1 او دالفينو بوثريم داتا. تمام؟ اللي معاه دود على كل دود شريطي بنقول معاه تينياسيس المصطلح، يعني معاه دود شريطي. شو قصه هاي السيستوسيكوسيس؟ شو قصه السيستوسيكوسيس؟ تخيل انه بقرة خلينا نقول بتلعب المراعي، والتراب في بقلبه هذا بيض هاي الدودة، البقرة أكلت البيضة وهي بتلعب مع العشوب أكلت البيضة بتنزل على بطنها، بتفقس البيضة ببطنها بتصير لاربة، لاربة يعني دودة صغيرة شلمة صغيرة دودة صغيرة لسه. الدودة بتخترق جدار الأمعاء بتروح بتقعد باللحم بتعشعش باللحم. فاحنا احيانا واحنا بناكل لحم البقر ما بنطبخوش منيح، فبناكل بتنزل بجنبنا اللاربه لساها عايشه ببطننا اللاربه بتفرقس او مش بتفرقس بتكبر بتصير دوده شريطيه كبيره.
تمام. وممكن ممكن بدل ما تصير دودة كبيرة تهاجر برضو أعمائنا وتروح تقعد بمحلات تانية في جسمنا. شوفوا مثلا هاي قاعدة بعين، هاي قاعدة بعين، في ناس بتوع الأسنان الكل تبع ونوجع كثير هذا الشخص. إذا يا البيضة اللي أكلناها بتفقس وتصير دودة بطننا، يا أما إذا أكلنا اللعبة بنقولها سيستي سيلكوز اللي معشقة بلحم الحيوانات بتصير لعبة عندها الأجزاء مختلفة بالجسم. فمعنى سيستي سيلكوزيز انفكشن وذ لايف ستيج باي انجستنج، يعني البيضه اللي اكلتها اللايف راحت عشحشت بمحلات ثانيه بجسمك عندنا وعند الحيوان. هلا اذا عشحشت اللايف بعيننا بنقول عنها اوفثالميك سيستي سيلكوزيز، اذا عشحشت في اعصابنا بنقولها نيورو سيستي سيلكوزيز. هلا حكيت لكم انا اللايف سايكل تاعي الشريط إنه exits created in the feces and ingested by، يعني واحد مصاب برز بالأرض حط البيض بالأرض إجا الحيوان أكل البيض، الأرض بيفقس في بطن الحيوان بيصير سيستي سيلكوز بيلزق بهذا العقل بروح على العضلة. إحنا بناكل اللحم الغير مطبوخة هاي سيستي سيلكوز بتصير دودة في بطننا أو بتهاجر على عين أو أسنان. طيب كيف نشخص الناس اللي معاهم دود؟ كل حدا معاه إشي ببطنه دود بالبروتوزوم بالعبيبة whatever، الحل انه ناكل من براز تحت الميكروسكوب نقطة هيك بندور شو فيه، بنشوف البيض بنشوف الدود بنشوف كل شيء. diagnosis with eggs or segment in the feces، يعني شوف القطع تبعون الدودة او البيض او غيرها. identity disease، تعالوا احكي لكم هاي بحب كثير تعرفوها، في اشياء بحب تعرفوها مشتلة يعني بالالف يعني بتفيدها. عمرك شريت لحمة تبدأ خروبة وأحيانا تبدأ دجاجة بنجيكم حبيبة هيك كأنه عليها أكياس، شايفين؟ شايفين النظر؟ أو طلع شايفين كيف؟ بتفكر يمكن إما كنت تشوفها بتفكرها مدهنة مثل أكياس النظر، عمركم شفتوا هيك حد شرب؟ شايفين؟ تبدأ عادي تبدأ لازم يكون عضو لكم شفتوا كيف؟ هيك أحمر كله ممنوع هاي الأشياء مش اللي يعني هاي شو الصفة؟ هاي نفيض. القطط يا جماعة والكلاب كمان في بطنهم أحيانا بيكون دودة صغيرة حتى سنتي أو ماكسيمم سنتي سنتي، هاي دودة شريفية صغيرة اسمها إيكيلوكوكس جرانولوس. البطن هي شو؟ بتبيض الدودة بينزل بيضها بالعرض بتتعب بيجي القطن أو نحنا البيض تبع هاي الدودة بيوصل لأكلنا وشربنا أو الخلفانة بترعى بتاكل البيض. البيض شو بيعمل؟ البيض بيفقس للارف صغيرة وبيهاجر من الأمعاء وبيروح بقعد بالبيض أو بقعد بالبليعة أو بقعد بالعظم. أقرب إشي الصراحة هو علينا الكبدة معنا، فبروح هاد البيضة الصغيرة بتقعد بكبدنا وبتعمل هاي الكياس، هاي كيس هذا لو بنفتحه الكيس بكون مليان مية، يعني بيكبر بصير 20 لتر مية بقلبه روس الدودة، روس روس للدودة. بس بكون بكبد الخلفان اللي هيك واحنا اكلنا نفس الشيء بكون فيها، بكون شخص عنده وجع شديد. المصيبة لسه غير الوجع انه ينفجر الكيس يكبر كثير وينفجر ويخرجوا كل الروس تبعونه يكبر وتصير عندنا صدمة، يعني احساسا بتحسس بموت الناس.
الشخص اللي بشخصه بيلقوا عنده هاي الجول ده يا بعطوه شيء يمشي في الكيس تنشيل يا بيعملوا جراحة يسحبوا مين بعد ما يمشوه يسحبوا هذا الكيس. كثير أنا بحكيكم عشان تنتبهوا إذا إجتك عليها تركيب ده ممنوع تاكلها. أول شيء أقول إيه بالبشر يعني مش في ناس بتقيم الجزء الفسقان مختلف ولا شيء عن تركه حتى بالمسلخ الطبيب البيطري بس يشوفه بيشوفه يعني ممنوع ينزل على السوق. إذا نحكي عن هذا المرض، إذا المرض اسمه هايديت ديزيز يعني الكياس، هايديت الكياس ماي. الطفيلي اللي بيعملوا الكلمبورت كاسيجرال دوزا. الإيج إنجستد آل مايجريت تو ذا ليفر، يعني لما ناكل البيضة بتفقس وبتروح على الكبد وعلى الرئة وعلى بتعمل هايديت ديزيز، بلياها مية 15 20 لتر بتعمل أنفلاكتيك شوك ذات البشرة. طب كيف أشخص المريض؟ بكون مثلا إذا الكبدة بكون بطنه يوجعه، بطنه منفوخ خاصة الوجع، بصوره بالإكس راي. او بعمل له فحص سيرولوجي ادور على الانتي بودي في جسمه، واذا شخصته 100% اللي هو العلاج انه اعمل له جراحه او انشفها. اي شايفين صوره بين الكيس ببين واضح بكون كثير سواء بالرئه بالكبد ولا نروح للديدان التبوسيه دود الشعر. دود الشعرين اكيد عمركم شفتوا خصوصا هذول الاولاد الصغار بكون واقف ويحكك بمؤخرته دائما او يمكن بالنهار ما يحكك شيء يمكن تلاقيه نايم بالليل بضل يحكك مؤخرا. وفي امهات بتفقد ملابس على اطفالها الداخليه بتلاقي بينهم هذا الدود الشعري بنشوفه بصدق روحه بتشوفه بيضة وواضحه جدا جدا الام بتشوفه. فالولد اللي صايبته هاي الدود الشعريه بكون بيت برضه لحمه نيه، بيت اللحمه نيه يعني فيها البيض باكلها. انا بشوف الاولاد اللي كثير بيشتروا شاورما هي شاورما مش دائما مستوية بتكون أيام مش بيقطعلك هيك بتكون لسه النايمة زين بتكون فيها. المهم باكلوا البيض، البيض بفقس ببطنهم، إشي ذكر إشي أنثى بتزاوجوا من البطن والأنثى بتبيض، بس الأنثى يا جماعة هي بتبيض هاي احسبوا شو بتعمل، ما بتبيض ببطنها، كل الدود ببيض بقلب أمعائنا، هاي لا، بس أنت تنام ويمسكوا عضلاتك بتخرج عند فتحة الشاش بتبيض هناك يعني برا على الجهة برا بتبيض. فهاي الأنثى إلها ديلها إبري إبري دبوس، فهي وهي بتخرج تضع بيضها بتغزغز الواحد، فمشان هيك بحكيكوا لأنه دبوسها هو اللي بغزغزه. فأي ولد دائما لما يحكك الولد كثير أكيد عنده دود شعر، هيك كيف شخص روعة احزنوا كثير، بسهلة كثير، بقولوا للأم تحكي باللزام بنقول للأم اسمع وهو بحكك أو هو قبل ما ينام هي أكثر شيء بتخرج بالليل نحط له لزق، بياكل لزق الشفاف، بنلزق الشفاف، بحط له لزق شفاف على مؤخرة الطريق. هو هي بالليل الدودة بتخرج بتلزق باللزقة. أنت بالصبح بتجيب اللزقة وبتحطها على السلايد وبتاكل كبر سليم صح؟ لو طايقة هي بنحط لزقة كأنها كبر سليم، بتشوفهم على المايكروسكوب، حتى قلت لهم بالهاتف مايكروسكوب بعينك بتشوفها هيك الدودة بتلزق. هاي الحكي حكينا خلصت النوبياس حكيناها. نباتودا معناها دودة استوانية، هي من نوع النباتودا الصغيرة، تايني نباتودا يعني دودة استوانية صغيرة. الهوكوارز، شو يعني هوكوارز؟ الديدان الخطافية إلهم أسنان، في ديدان إلهم أسنان بس صغار يعني هو هون عاملينها وحش. بس هي صراحة هي صغيرة 3 سم، بس لما تصيبنا بتملي بطنك، تخيل دودة صغيرة وله أسنان، طيب شو بيعمل السنين؟ تقعد ببطنك وتمسك هيك جدار الامعاء وبتنعش، بصير ينزل الواحد ايش دم، بصير معاه انيميا. هاي هي الهوك 1. الهوك 1 في تنتين مشهورات، واحدة اسمها ليموتال امريكانز، واحدة اسمها انسايكيستر. حكينا بتعمل لي انيميا وبتعمل لي تعب، وبصير الانسان عنده شيء اسمه بايكا، سامعين بالبايكا؟ البايكا انك تصير تاكل شيء ما بتاكله، يعني بنشوف اولاد باكلوا تراب. في ناس بتاكل رز ني، في ناس تورو الثلج، في ناس بتاكل طحين، هذول كلهم بايكا يعني عندهم شراكه لشيء مش متداول اكل. اللي عنده بايكا يا بيكون عنده انيميا بالدم وعادة ما اسحبي بيكون عنده، يا بيكون معاه هذا يعني محتاج واحد من الاثنين عنده، يا بيكون عنده دم يا بيكون عنده دم. هينا واخر شيء نحكي عن دودة الاسكاريس. اسكاريس مشهورة برضه من قلب اللحمة ومن الحيوانات. المرض بنقول له اسكارياسيس، مرض الاسكارياسيس. منشان حكينا في اللعب، شو اللي بصير؟ الشخص المصاب بقلبه بيكون الذكر والأنثى ببطنه بتتزاوج وبتبيض الأنثى وبتخرج بيضها بالبراز، هذا الشخص تبرز بالأرض، مش يعني
لازم البيضة تعيش فترة بالتراب حتى تأكل إسكاس. بتعيش فترة بالتراب بتكبر تصير بيضة ناضجة يعني. بيجي واحد باكلها، كيف باكلها؟ تلوث أكل وشرب باكلها. طلع كيف؟ تنزل ببطن، بتهاجر من أمعائه بتروح على رئته، بتصير أسبي رئته أو بتكبر تصير بيضة صغيرة. من رئته بتطلع وبتطلع هيك من البصلة بتروح على النوم ببلعها بتنزل بمريئه وبترجع على بطنه. يعني إلها دورة حياة، يعني مش كل يدود بس تاكله بيفرز بطننا، هاي لا بتنزل بتهاجر بتروح على رئة بعدين بترجع على بطننا بتفرز. يعني إلها هي لفة مستشفية غريبة بالإسكاريس. هاي وهاتش انتو لارفي بتروح عن طريق الدم على الرئة، من الرئة على حلقك على البلعوم ومن بلعها بترجع تفرز بطننا. وهي دورة. أنا الصراحة الإسكاريس بسميها دودة المسطرة، مسطرة حلقة حجمها يعني 30-40 سم. تينيا أمتار 10 أمتار 8 أمتار تينيا. الانتروجيس هيك صندوق. هذا شو أكثر إيش؟ 25 ليس عندنا كثير صح؟ 25